إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى. خطبة اليوم بعنوان: فلتعفوا ولتصفحوا. تقع خلافات قد لا يتوصل فيها إلى رأي وسط، بل هناك تمة خلافات يؤخذ بالطرفين فيها العسر والشطب، وقد يحتدم النقاش ويرتفع اللفظ فيشرق هذا ويغرب هذا، وتتسع الفجوة وتتصل الجفوة، فيحتاج الداء إلى دواء، وتفتقر المشكلة إلى حل. وإنه لا علاج في مثل هذه المواقف أنجع من علاج تملكه نفوس آمنت بالله وابتغت ما عنده، وتتقبله قلوب امتلأت بمحبة الخير للناس، وتتسع صدر قوم المؤمنين. إنه العفو والصفح، العفو والصفح، ونسيان ما تقدم ومضى، والتنازل، والتنازل عمل النفس من حق عند الآخرين، لا عن ضعف ولا خوى، ولا بدافع من خوف أو جبن، ولكن رغبة خالصة فيما عند الله عز وجل، وإثارا صادقا للآخرة على الدنيا، وتفضيلا لما يبقى ويدوم على ما يفنى ويزول. فما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم، خلق الصفح والتسامح والعفو. من منا لا يسعى لهذا الخلق؟ والله جل وعلا هو العفو سبحانه، يعفو ويصفح ويغفر. إذا أردت أن يحقق الله أمنيتك، ينبغي عليك أن تحقق في الخلق هذه الصفات، أن تحققها في حياتك وواقعك، أن تعفو وأن تصفح. يقول ربنا جل وعلا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. ويقول سبحانه: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه الآية نزلت في الصديق أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر الذي
قيل في ابنته عائشة مع قيل، ووصفوها بوصف يندى له الجبين في حادثة الإفك، أموها بأمر والله لو رميت به ابنتك أو زوجتك لأقمت الدنيا ولن تقعدها. أمو أم المؤمنين زوجة رسول الله وابنة أبي بكر، أموها بالخيانة، وكان من بينهم ابن خالة أبي بكر مصطح بن أثاثة، وكذلك ممن تكلم في أمنا عائشة، فضلا على المنافقين الذين كانوا في المدينة. فبرأ الله عز وجل أم المؤمنين عائشة، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه. شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة، يعطف الصديق على قريبه مصطح بن أثاثة ابن خالته، وكان مسكينا فقيرا لا مال له. أبو بكر هو من كان ينفق عليه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد تاب الله عليه منها وضرب الحد عليه، أقيم عليه الحد. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية ولتحكموا ولتصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب والخاطئ وكما تصفح عن المذنب والخاطئ يصفح الله عنك. أنت لازلت في الدنيا ولا تدري ماذا سيقع لك، قد تكون في حاجة إلى صفح وعفو غدا أو بعد غد. فإذا أخطأ أحد في حقك ما عليك إلا أن تسامحه، حتى يهيئ لك الله من يسامحك إذا وقعت أنت فيما وقع فيه ذلك الشخص. عندما سمع الصديق ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم أعاد إلى مصطح ما كان يعطيه من أعطية، وقال والله لا أنزعها منه أبدا أبدا. بعدما كان يقول الصديق والله لا أنفعه أبدا، فلهذا كان الصديق هو صديق هذه الأمة، يعفو عمن خاض في عرض ابنته بعد أن تاب إلى الله، بل ويرجع من جديد يتصدق عليه. يا له من عفو، إنه عفو العظماء. فماذا نقول نحن لأنفسنا ونحن لا نسامح بعضنا في الشيء اليسير، ولو تدخل من تدخل، لا نسمح ولا نسامح بعضنا في الأمور التافهة، وقد تكون من أمور الدنيا، ولا يسامح الواحد منا الآخر. فالعفو أيها المؤمنون باب نافع للفوز بالجنان ولنيل رضا الرب الرحمن. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة
من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من حقق هذه الأمور وصل إلى مرتبة المحسنين. ألا تريد أن تكون من المحسنين؟ فاتخذ هذه الآية شعارا في حياتك واعف واصفح. يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه باستطاعتك أن تأخذ حقك بيدك أو بمالك أو بسلطانك أو بجاهك، ولكنك ماذا تفعل؟ تعفو. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء ما شاء. أهل العفو هم أقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال الله تعالى: وإن تعفوا أقرب للتقوى. وإن تعفوا أقرب للتقوى. وقال ابن عباس: أقربهما للتقوى الذي يعفو. العفو والصفح باب عظيم من أبواب الإحسان. قال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذا ضابط. هل تريد أن تعرف نفسك هل أنت من المحسنين؟ إذا كنت تعفو وتصفح للناس وعن من أساء إليك ومن أخطأ في حقك فاعلم أنك من المحسنين. هذه العزة يا باغي العزة، هذه الرفعة يا من تنشدها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا كنت تعفو عن الناس فأنت العزيز ويزيدك الله عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة يا عقبة بن عامر، سل من قطعك وأعط من حرمك واعفو. هذا هو الشيء الحقيقي. واعفو عمن ظلمك واعفو عمن ظلمك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة، وليس لعقبة وحده بل هي وصية لأمته كلها. واعفو عمن ظلمك. الله تبارك وتعالى هو العفو الذي له العفو الشامل الذي وسع عفوه الوراء ووسع ما يصدر من عباده من الذنوب، لا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. ومن كمال عفوه سبحانه مهما أسرف العبد على نفسه، مهما أذنبت ومهما أخطأت ووصلت إلى الحد الذي تعتقد أنه لن يغفر لك، اسمع ماذا يقول ربك جل وعلا: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط، فالله يغفر ذنبك.
مهما بلغ هذا الدم يغفره لك ربك، فكيف لا تغفر لأخيك عنك خطأه وزلله إذا وقع في خطأ معك؟ كيف لا تسامحه ولا تصفح عنه؟ وهذا رب السماوات والأرض، لم يؤاخذ النصارى الذين يعتقدون التالوت في رب العالمين، ولم يؤاخذ الذين يشركون، بل يعطيهم مهلة لعلهم يتوبون ويعودون. وأنت لا تعطي لأخيك مهلة ولا تسامحه ولا تصفح عنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مقام العفو والصفح في رؤية كتيم النفس ذل ومهانة، حاشا وكلا. أن تعفو وتصفح ليس هذا ذل بل عزة كما سبق معنا. وما زاد الله بعفو إلا عزة، سيعزك ربك عز وجل. أي أن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسموا في الدنيا والآخرة. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: أحب الأمور إلى الله تعالى ثلاثة، أحب الأمور إلى الله تعالى ثلاثة: العفو في القدرة، قادر على أن تأخذ حقك ومع ذلك تعفو، العفو في القدرة، والقصد في الجلة، والرفق في العبادة. وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة. اللهم إنا نسألك عفوك ونسألك عفوك، اللهم اجعلنا ممن يصفحون ويعفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى. أيها المؤمنون، يا من تبحثون عن السعادة، يا من تبحثون عن راحة البال وطمأنينة النفس، يا من تشكون من القلق والهم والاضطرابات، عليك بالعفو والصبر. عندما تعفو ولا تحقد على أحد فأنت تريح قلبك من غم العداوات. يقول أحد الشعراء: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من غم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشي قلبي محبات. فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده كما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده، واستوثق الله له أمره. قال تعالى: وإذا ما غضبوا فهم يخيرون. قال ابن كثير: أيس جدتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم، كم نعفو عنه إذا أخطأ؟ فصمت. ثم عاد عليه كلام فصمت. فلما كان في الثالث قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. يعني لا تتعب من العفو، كلما أخطأ اعفو عنه 70 مرة. هل سيرتكب هذا الخادم 70 خطأ؟ لكن مبالغة في العفو، كلما أخطأ اعفو عنه.
والحديث رواه أبو داود الترمذي وهو في الصحيح. العفو والصفح هما خلق النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي إلى مكة فاتحا في جيش لم تحلم به قريش، وكان بإمكانه أن يدمر مكة عدا البيت على ما فعله كفار قريش النبي وصحابته، لكن بدخول مكة أعطاهم الأمان، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولما اجتمعوا قال لهم: ما تدرون أني فاعل بكم؟ الآن وقد مكنني الله منكم ودخلتها وفتح الله هذا الفتح، ما تدرون أني سأفعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما انتقم منهم وفعلوا فيه ما فعل، عذبوه ضربوه شتموه في مكة وحاربوه وقد ابتعد عنهم وقتلوا أصحابه، وجاءت الفرصة وقد دخل مكة، فهل انتقم منهم؟ حاشا وكلا، بل عفا عنهم وسامحهم. هذه هي شيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي أخلاق رسول الله. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله، قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. يعفو ويصفح. اللهم اجعلني ممن يعفوني ممن يصفحوني، اللهم اجعلنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا، اللهم اعف عنا وعافينا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من الغل والحقد والحسد، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم انصر من قلت طعم بلادك جلالة الملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهده مولى الحسن، وشد عبده بأخيه مولى الرشيد. اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا العفو، اللهم اعف عنا وارزقنا العفو والصفح على عبادك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم يدا واحدة على من سواهم، واجعلهم يدا واحدة على عدوهم. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.